شفتي الكاتب العام الجامعة الملكية المغربية للسباحة، فالمغرب هذه السنة احتضن الجمعية العمومية لكونفدرالية بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تجري أطوارها اليوم يوم 9 نوفمبر 2019 بمشاركة 17 دولة من ضمن الدول المنتمية للبحر الأبيض المتوسط. وشهدت هذا الجمع العام دراسة مجموعة من النقاط. أولا اعتماد القانون، اعتماد محضر الجمع العام السابق، التطرق إلى تقرير السيد رئيس الاتحاد والأمين العام للاتحاد عن نشاط الكونفدرالية بالنسبة لسنة 2019 واعتماد هذا التقرير، ثم كذلك التقرير المالي الذي تم اعتماده وطرحه من طرف السيد أمين صندوق الكومن، ثم دراسة بعض المقترحات الفنية التي تدخل على الجانب القوانين الفنية التي كذلك تم اعتمادها، ثم اعتماد برنامج سنة 2020 لمختلف الألعاب المائية، منها السباحة، السباحة الإيقاعية، كرة الماء، الغطس، والسباحة في المياه المفتوحة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونوا معنا في لاشين فانسبو وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.